السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث رقم 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. فما تيجي تحب حد ما تبقاش بتاع التقاء مصالح وتبادل المنافع، فحب الناس لوجه الله سبحانه وتعالى وساعد الناس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يسترنا وإياكم، والسلام عليكم.